نتكلم عن فعاليات ثقافية متعددة بيتم تدشينها بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، واللي بيتم تدشينها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكانت محافظة الأقصر هي اللي ليها نصيب كبير من هذه المبادرة بعدما تم الإعلان عن تدشين مكتبة ثقافية متنقلة وكمان تنظيم معرضين للكتاب وللحرف اليدوية والتراثية، كمان الإعلان عن افتتاح مكتبة عامة جديدة بمحافظة الأقصر، وده ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. نروح لأقصر كده ونعرف تفاصيل أكتر مع الفعاليات الثقافية المختلفة والأستاذ محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر. صباح الخيرات على حضرتك أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ محمد وأستاذة بسنت وعلى الإخوة المشاهدين. مش غريب على الأقصر، دايما بتقدم لنا ما هو جديد وما هو فيه لمسة إبداعية مختلفة، فعاليات جديدة بتشهدها الأقصر بالتزامن مع إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. طبعا هو دشنت طبعا محافظة الأقصر في ساحة معبد الأقصر العريق وسيد ابو الحجاج طبعا بقياده المهندس عبد المنعم عماره محافظ الاقصر، وكان بيرافقه طبعا السيد نائب المحافظ والقيادات التنفيذيه، تدشين المشروع القومي بدايه جديده لبناء الانسان. وكان طبعا استضافة لكل المشاركين، الهيئات والشركات والمؤسسات وكل اللي كانوا مشاركين في هذه الفعاليات ان شاء الله، لان هيبقى في انطلاقه قويه وكبيره من اجل الانسان في الاقصر ان شاء الله. حضرتك تكلمنا عن اهم الفعاليات الثقافيه يعني اللي تم التركيز عليها من خلال الهيئات الثقافيه في المحافظه، ايه هي؟ طبعا في المعارض التراثيه والحرف اليدويه في الاقصر بتشتهر جدا طبعا بالحرف التراثيه زي الالباستر والحرف اللي هي اليدوية خاصة المرأة في الأقصر. طبعا احنا في مكتبة مصر العامة بنعمل تدريب وكمان معارض مجانية للحرف اليدوية والتراثية. على سبيل المثال مثلا النهاردة في افتتاح مكتبة مصر العامة بطيبة الجديدة، مدينة طيبة الجديدة، على طبعا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للسيد الرئيس. هيبقى في معرض كبير للحرف التراثيه للسيدات اللي في الاقصر، احنا بندربهم في المكتبه، معانا مؤسسات اخرى بتشارك معانا. ايه الحرف اللي مشاركه بيها السيدات يا فندم لو تقول لنا؟ نعم فندم. ايه الحرف اللي السيدات مشاركه بيها في يعني في المعرض؟ في طبعا السجاد، في طبعا المشغولات اليدويه زي الهاند ميد، وال في كمان حضرتك صناعة الصابون بالروائح، في كمان في صناعة الملابس وملابس الصعيدي والملابس النوبي، وفي كمان برضو بيشاركوا في صناعة الطبق النوبي، وبيعملوا برضو ملابس بتاعة المدارس حضرتك. يعني احنا في عندنا ماكينات خياطة، في تفصيل في تريكو، سيدات بيعملوا تفصيل للبس المدارس، وهيتعرض في المعرض النهارده وان شاء الله الصبح وبالليل برضه للبيع، عشان السيده يبقى في ترويج ليهم، ونراعي المراه المعيله في الاسر. وهم بيعملوا ايه؟ بياخدوا المعلومات نظري وعملي وبيتدربوا عليها وبيبداوا في البيوت يشتغلوا. جميل. ويعملوا منتج ويبدا يروج ويبيع، واحنا بنعمل لهم معرض مجاني عشان خاطر نساعدهم في دي بدون اي مقابل، عشان برضه ما يعليش في سعر المنتج، والمنتج يكون سعره في متناول الجميع. جميل. ويبقى كده احنا ساعدنا المراه المعيله داخل مجتمع الاسر. ده شيء عظيم جدا استاذ حساني، وبيندرج ضمن الصناعات الثقافيه اللي بتهتم بيها الدوله، ازاي من خلال الثقافه والإبداع ممكن يبقى فيه صناعات ويبقى فيه دخل اقتصادي للأسر المصرية. عايز أروح مع حضرتك لفكرة المكتبة الثقافية المتنقلة، فكرة هايلة جدا، فكرة أنه مفيش مكتبة ثابتة بس، لا المكتبة ممكن تروح للقرى والنجوع والمراكز المختلفة. كلمنا عن تفاصيل المكتبة الثقافية المتنقلة. احنا طبعا حضرتك في الاصطفاف وتدشين المبادرة الرئاسية المشروع القومي بداية جديدة لبناء الإنسان، احنا كنا مشاركين بالمكتبة المتنقلة. المكتبة المتنقلة هي احنا طبعا استلمناها من صندوق مكتبات مصر ووزارة الثقافة، وهي مكونة من أتوبيس
الاتوبيس فيه مقاعد وفي كتب حوالي 1000 كتاب، وفي فريق مدرب من العاملين بالمكتبه بيعمل برامج وانشطه ثقافيه زي الرسم زي الحكي زي الهاند ميد، بيعملوهم ورش حكي، بيطلع الطفل او الشاب يقعد في المكتبه يقعد يقرا. المكتبه مكيفه بالكامل، مكتبه فيها كاميرات مراقبه، فيها كل حاجه من الداخل، فيها واي فاي. المكتبه بتتنقل في القرى والنجوع وقرى حياه كريمه. احنا عاملين خطه 5 ايام في الاسبوع هنتحرك لكل نجوع وقرى الاقصر، اعتبارا ان شاء الله من اليوم هنتحرك في كل المناطق وخاصه قرى حياه كريمه. هننزل اماكن المحرومه ثقافيا، الثقافه حق لكل مواطن، العداله في الثقافه شيء مهم جدا، فلابد ان اللي مش هيقدر يجيني في المكتبه في مصر العامه في الاقصر او مش هيقدر يجيني في المكتبه بتاع طيبه الجديده اللي هنفتحها النهارده، احنا هنروح له بالمكتبه المتنقله. فريق العمل بيبقى موجود بيتواجد في المكان، سواء هنروح مركز شباب او وحده صحيه او وحده اجتماعيه او مدرسه مع افتتاح الدراسه، هننزل في المكان وهيبقى في خدمات ثقافيه مقدمه نقدر من خلالها نركز على العنصر الرئيسي في المبادره القوميه بدايه جديده اللي هو عنصر الثقافي، ان احنا ننزل في كل نجع وفي كل قريه ونقدم خدماتنا الثقافيه، بجانب هيبقى في خدمات استعارات كتب مجانيه، الطفل او الشاب بياخد الكتاب يستعيره وهو في القريه، وانا اجي له بعد 15 يوم اخد منه الكتاب لو عايز كتاب ثاني، والخدمه دي كلها بالمجانيه من خلال سيستم صندوق مكتبه مصر العام. ايه الاعمار اللي بتقبل على المكتبات يا فندم سواء المتنقله او العامه؟ يعني احنا شايفين يمكن كانت معروضه معانا على الشاشه دلوقتي بعض الاطفال موجودين في العربات المتنقله، هل النهارده في كبار السن بيقبلوا كمان على المكتبات؟ احنا بنحاول نعمل برامج نقدر نجذب بيها شريحه الشباب والمراه والطفل وكبار السن والرواد. كل دول ليهم حق علينا في التحرك وان هو يتمتع بالخدمات الثقافيه المجانيه. احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل خدمات ثقافيه، يعني ممكن الكبار الرواد لو قلنا لهم تعالوا هنعمل لكم مسابقه شطرنج هيجي ويقبل وهيجي، لو اقول له تعالى هدي لك كتاب هتقراه في البيت وهتقعد تقراه بالمجاني ومش هيكون في مشكله بالنسبه له. احنا كمان الاشتراك عندنا بسيط جدا وزهيد، بالنسبه لاشتراك المكتبه السنوي لا يتعدى ال 40 جنيه في السنه لاي. طب ايه نوع الكتب اللي بتبقى معروضه؟ الكتب متنوعه من جميع المجالات حضرتك وكل العناصر، يعني كتب، في كتب دينيه، في كتب التاريخ، في كتب في الاثار، في كتب معلومات عامه وثقافيه، في كتب في الفلسفه، في روايات، في يعني الكتب متنوعه داخل المكتبه، وفي كتب بتخدم الطفل وكتب بتخدم الشباب وكتب بتخدم الكبار، لان احنا ممكن برضه نتحرك للجامعات. احنا عندنا اكثر من جامعه في الاقصر، جامعه التكنولوجيه وجامعه الاقصر وجامعه الازهر، والمعاهد بنتحرك عليهم، الطلبه بيقعد بيخش المكتبه ممكن ياخد الكتاب اللي هو عايزه من خلال المكتبه المتنقله اللي بتتحرك بفريق العمل المتكامل فيها. جميل، نشكرك شكرا جزيلا ليك الاستاذ محمد حساني مدير عام مكتبه مصر العامه بالاقصر. يعني بدايه جديده للانسان المصري، بدايه وتركيز على البعد الثقافي المهم جدا لتنوير كده العقل المصري انطلاقا من الاقصر وصعيد مصر.